ده سيدنا الدكرور دوت تمام ومدد بنعمل له حضره كل جمعه وبيظهر اللي يطلع لنا. يلا حضرتك اشرحي لي ايه اللي بيحصل، انتم منتظرين مين يظهر؟ ايه البركه اللي بيعملها لما بيظهر كده؟ خيال. نعم خياله هو. الخيال هو اللي بيظهر؟ ايوه تمام. يعني هو اللي هيظهر. طب وايه اللي بيحصل لما الخيال بيظهر؟ ما فيش حاجه يا ابويا. نور ربان نور ربان نور ربان في الحته دي في الحته النور بتاعه هو بيظهر هنا في الحته دي اللي كان بيحارب عليه اللي كان بيحارب عليه لما بنصلي على النبي هنا بنقول صلى الله على محمد بتبص تلقى النور منور هنا بنشوف الحصان اللي كان بيحارب عليه وبنشوف النور اللي هو كان بيبقى معاه وهو ماشي. اسمه ايه بقى حضرتك؟ يعني الرجل الصالح ده كان اسمه ايه؟ سيد ابو العينين. ها؟ الدكروري. الدكروري تمام. هو كان بيحارب على حصان؟ ايوه تمام. مع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحارب مع سيدنا النبي؟ تمام شكرا. اتفضلي يا امي. هو جه يحارب. اه. لقى الحرب خلص. تمام. جه من المغرب. جه طق مكانه ومات. الله يرحمه. نعم. فاتحكوا على الخير ويعود عليكم خير. تمام يا امي، الف شكر. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. امسح وشك بركه بالليل. شكرا.